يعيد مرة أخرى النفس إلى الواجهة ويقدم مستويات رائعة. نيمار اللي عند الكرة الآن يلعب العرضية أوليا. يا ولد يا دميو دميو يسجل الهدف الأول. دميو هو من يضع المنتخب البرازيلي بالمقدمة. هذا من يستحق الرقم 9، هذا من يستحق الرقم 9 مع المنتخب البرازيلي. لياندرو دميو يبني يسجل الهدف الأول. واحد الأشياء، لاحظ العرضية من نيمار، دميو يضع الكرة في الشباك، رأسية مميزة من لاعب مميز، وصلت إلى لاعب أيضا متميز وهو اللاعب دميو. دميو يضع المنتخب البرازيلي